لن تصدق من هي زوجة الفنان المصري محمد وفيق، الفنانة المشهورة التي انتظرها 20 عاما ليتزوجها ودفن بجوارها في قبر واحد. الفنان الراحل محمد وفيق ومحطات مؤثرة في حياته، عقدين من الزمان مدة لست بقليلة. كان يخفي وراءها الفنان محمد وفيق مشاعره الفياضة تجاه زوجته ورفيقة دربه الفنانة كوثر العسال، تلك المرأة التي وافقت على الزواج من حبيبها دون تردد في نهاية الثمانينيات بعدما عرض عليها الأمر عقب وفاة زوجها الأول عبد المنعم إبراهيم، لتبدأ بينهما قصة حب بعد الزواج مفعمة بالمشاعر. كان ابن خالتها ومنزلهما متقابلان، وكانت تربطهما علاقة صداقة وطيدة، إلا إنه بدأ يشعر تجاه كوثر العسال بمشاعر مختلفة، ولكن انقلب الأمر إلى قصة حب، وخجله كان حائلا بينه وبين الاعتراف لها بمشاعره، لذلك تزوجت من آخر، وتسبب ذلك في ضياع حبيبته منه. إلا إنه ظل 20 عاما في انتظارها حتى توفي زوجها ليتزوجها بعد ذلك. اعتزلت كوثر العسال الفن مبكرا، واختفت عنها الأنظار تدريجيا بعد ظهورها بشخصية درية زوجة الوزير في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. اهتمت بحياتها الشخصية وكرست حياتها لزوجها محمد وفيق والاهتمام به وبأعماله الفنية، وصرح من قبل زوجها خلال لقاء تلفزيوني عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته قائلا: أنا وكوثر ملناش غير بعض، يعني هي ملهاش غيري وأنا مليش غيرها، إحنا مليين حياتنا ببعض، ورغم ذلك لم يرزقهم الله بأبناء. كان لوفاتها بالغ الأثر على زوجها، حيث واجهت المرض عدة سنوات، إلا أن وافتها المنية مما سبب صدمة كبيرة لزوجها الذي وقف في عزائها ولم تفارق دموعه عينه، وقرر أن يتبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهم بالمهندسين بكل ما فيه من أساس إلى إحدى الشباب المقبل على الزواج، وقرر أن يعيش على ذكراها حتى ألحق بها في 2015، وأوصى بأن يدفن إلى جوارها في قبر واحد. كوثر العسال على الرغم من سجلها المليء بالأعمال الفنية ومشوارها الطويل منذ أن بدأت بالتمثيل بالقرن الماضي في فترة الستينيات، ولكن يبقى العمل الأخير الذي جسدته بارز في عقول العديد من الجماهير، وتلك الشخصية التي جسدتها هي شخصية درية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي. وكانت زوجة الوزير ثم اختفت بعدها وبعدت عن الأنظار، وكان تلك الاختفاء هو قرار اعتزالها للفن. وتكون الفنانة القديرة كوثر العسال ابنة خالة الفنان القدير الراحل محمد وفيق، وكان منزل العائلتين أمام بعضهما. رحلت الفنانة عن عالمنا وهي تبلغ من العمر 73 عاما، وقدمت العديد من الأعمال خلال مشوارها الطويل منذ عام 1964 حتى قرار اعتزالها. ومن تلك الأعمال الفنية التي قدمتها من مسلسلات وأفلام: حافية على جسر الذهب، نحن لا نزرع الشوك، من أجل الحياة، شفاه غليظة، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، امرأة في دوامة، أهل الطريق، لن أعيش في جلباب أبي، بنات السنوية، وغيرهم من الأعمال. حيث تزوجت الفنانة كوثر العسال للمرة الأولى من فنان راحل وهو الفنان عبد المنعم إبراهيم، وكانت الفنانة هي رابع زوجاته، ولكن ظلت معه لمدة 20 عاما حتى توفاه الله. وبنهاية الثمانينيات تم العرض عليها بالزواج من الفنان
الفنان القدير محمد وفيق الذي ظل ينتظرها 20 عاما حتى توفي زوجها، وبعد ذلك قام بالزواج منها. عرض الفنان الراحل محمد وفيق ابن خالة الفنانة كوثر عليها الزواج فوافقت، وخاصة ان الفنان الراحل محمد وفيق كان يحبها قبل ان تتزوج من الفنان عبد المنعم ابراهيم، ولكنه لم يصرح لها بعد بتلك الحب بسبب خجله. عاشوا حياة مستقرة وهادئة، وتحدث الفنان عن حبه لها على الهواء من خلال استضافته في احد البرامج التلفزيونية. انا وكوثر ملناش الا بعض، يعني انا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري، واحنا مليين حياتنا بوجود بعض. وعلى الرغم من كل تلك الحب لم يرزقهم الله بابناء، حيث جاء خبر وفاة الفنانة كوثر بعد صراعها مع المرض، صدمة شديدة على زوجها، وظهرت عليه مظاهر الحزن، وكأن بعد رحيلها اسودت الحياة في وجهه، وكانت وصيته بأن يتم دفنه إلى جوارها. الفنان محمد وفيق ولد في الإسكندرية لأب كان يعمل أستاذا في الجامعة، أتم دراسته السنوية في المدرسة المرقصية السنوية بالإسكندرية، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت نخبة من نجوم الوسط الفنية مثل الفنان القدير نور الشريف ومجدي وهبة وشاكر عبد اللطيف وعبد العزيز مخيون. في أثناء دراسته بالسنة الأولى في المعهد ذهب للعمل في مسرحية التلفزيون كمتدرب وباحثا عن زيادة في الدخل، حيث كان قادما لتوه من الإسكندرية، وكانت رواية لا حدود عن فلسطين من تأليف محمود شعبان وإخراج فوزي درويش. في مسرحية لا حدود اختاره المخرج لتقديم دور جندي من جنود الأمم المتحدة، وحدث أن الفنان حسين الشربيني تغيب ذات يوم، فقام الفنان محمد وفيق بقراءة دوره أثناء البروفات، فتحمس له كثيرا الممثل الراحل عبد البديع العربي، وأصر على أن يجسد محمد وفيق الدور. بعد نجاح المسرحية شارك محمد وفيق في مسرحية سندباد من إخراج أحمد زكي، وشاهد المسرحية المخرج يوسف شاهين، وأسند له بطولة فيلم من إخراجه، لكن المشروع لم يكتمل. كانت شخصية الظاهر بيبرس التي أداها محمد وفيق في مسلسل الكتابة على لحم يحترق شخصية فارقة في مسيرته الفنية، وفقا لتصريحات سابقة للفنان الراحل كانت النقلة الكبرى من خلال مسلسل المرشدي عنتر، وقدم في نفس الوقت مسلسلا لتلفزيون قطر عنوانه أحمد باشا الجزار، ثم كانت مشاركته في فيلم الرسالة من إخراج مصطفى العقاد الذي قدم فيها شخصية الصحابي عمر بن العاص. قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية عزيز الجبالي ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري رأفة الهجان أكثر سهولة في مهمته الخطرة داخل إسرائيل. قدم الفنان محمد وفيق 22 فيلما منهم وثالثهم الشيطان لكمال الشيخ وحكاية نص مليون دولار وقضية سميحة بدران والهروب من إخراج عاطف الطيب. تزوج من ابنة خالته الفنانة كوثر العسال أرملة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم التي انتظرها دون زواج حتى وفاة زوجها. استمر زواجهما الذي وصفه بالسعيد حتى وفاة العسال أواخر عام 2013 عن عمر 64 عاما. توفي الفنان محمد وفيق في 14 مارس عام 2015 عن عمر ناهز 67 سنة عقب عملية قلب مفتوح أجراها في مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. أوصى بدفنه بجوار زوجته كوثر العسال، وهذه كانت وصيته التي أوصى بها